مناقشة قرارين لا ثالث لهما هو ما شهدته جلسة مجلس النواب. فبين مشروع قانون صدر في العام 2012 يسمح لشركة كندية بالتنقيب عن البترول في الأردن وجوانب مشروع ترتبط بالموازنة وتنظيم إدارة المال العام وتحديد المسؤوليات والكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، مر اليوم النيابي وإن شهد مشادات بين نواب ورد حكومي. هذه الاتفاقية تم إلغائها من أربع سنوات تأتي إلى مجلس النواب الآن. هذه الاتفاقية لم تكلفنا شيء، إنما الشركة دفعت دراسات أثناء مذكرة التفاهم. اليوم ذاته تم فيه إعادة مشروع قانون التصديق على إلغاء اتفاقية التنقيب إلى لجنة الطاقة في المجلس، واستكمال مشروع قانون تنظيم الموازنة في جلسة ثانية. النقاش لم يكتمل وتم تأجيله للاطلاع على بنود الاتفاقية السابقة وكيف تمت من البداية وماذا جرى ولماذا ألغيت هذه الاتفاقية، مع معرفة كل التكاليف اللي حصلت وهل هناك كان في امتيازات أو شريك آخر. ما كان في خلاف على قانون الموازنة العامة، وطبعا النواب لهم الحق يعني بإعادة النظر بتشريع ببعض المواد إذا كان هناك أخفت اللجنة أو أخفقت اللجنة ببعض المواد. خلال الجلسة تم التطرق إلى الاتفاقية الدفاعية بين الأردن والولايات المتحدة بعد أن تعرضت للنقد النيابي، نقد دفع الحكومة للرد. الاتفاقية المشار إليها هي اتفاقية لتأطير التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين جيشنا العربي الباسل، وجيشنا العربي الباسل والحكومة وكلنا لا نقبل بأي انتقاص لسيادتنا أو عدوان على مملكتنا العزيزة أو استعمار لوطننا الأبي. وكانت جلسة النواب قد افتتحت أعمالها بالوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء معركة الكرامة واستذكار تضحية الجيش العربي. ثنايا جلسة مجلس النواب التشريعية بكل ما ورد فيها من مناقشة قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية واللجنة المالية لم تحسم بعد، في انتظار جلسة قادمة لوضع نقاط على الحروف تجاه ملف التنقيب عن البترول على مستوى الأردن وتجويد أغلب المصطلحات على صعيد الموازنة والوحدات الحكومية. عبيد ضمور، المملكة، مجلس النواب.